السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة وعطل جديد إن شاء الله. هذا العطل على شاشة من نوع LED ويستوود كما تشاهدون رقم الموديل. الشاشة معتمة بالأحمر، يعني الصورة يعني مشوشة ومتقطعة، وكذلك تتوقف بعد الفترات من التشغيل فتصبح بهذا الشكل، فهي الآن متوقفة وفترات عودة تتقسم الصورة إلى قسمين، وتصبح الصورة نصف الصورة السفلى تصبح مقلوبة بهذا الشكل كما تشاهد الآن، فهي تتراقص وغير مستقرة. وإن شاء الله سوف نقوم بفتح الجهاز ونكتشف معا الخلل إن شاء الله. الجهاز بعد فتح الغطاء الخلفي، فكما تشاهدون باور أو الأجزاء الداخلية للجهاز، باور سبلاي والماين باللون الأخضر، وكذلك هذه هي المسطرة أو التيكون، وهذا رقمها رقم موديل HV320WXC200، وكذلك إلى آخره لمن أراد أن يتأكد. فمن خلال هذا التيكون فمن غالب الأحيان تكون هذه الأعطال على الكوفات. لقد قمت بفحص أو بتدقيق حول إشارات الفولت، هل هي ثابتة على التيكون أو المسطرة، فالدخول 12 فولت والخروج 12 فولت، فهي ثابتة. إذا هنا أقوم بقياس الجهد VGL ناقص 7 فولت كما تشاهدون، فهي ثابتة ولا مشكلة فيها. كذلك سوف نقوم بقياس جهد VGH 26 فولت، نعم صحيحة. وهكذا قمت بقياس جميع إشارات الفولت فوجدتها على التيكون يعني ثابتة ولا مشكلة فيها. بعدها قمت بفحص الكوفات، ربما يكون عليها احتراق أو فلا جدوى من ذلك كما تشاهدون. فبعد تأكد من إشارات الفولت على المسطرة فلا يوجد خلل عليها. وبعدها سوف نقوم بقلب الجهاز وفك الغطاء الأمامي على البانيل ونكتشف معا الخلل إن شاء الله. فهنا بعد فترات من التشغيل تصبح بهذا الشكل، يعني الصورة منعدمة تماما وبها خط عريض في الوسط أحمر باللون معتمة، وعند لمس الكوف الجانبي بالخصوص هذا البانيل فهو يتوفر على الكوفات الجانبية 2 منها و4 للمسطرة. فأنا أقوم بلمس الكوفات الجانبية، ربما يكون عليها كسر أو قطع ربما في إحدى الإشارات لثبات الصورة. أظن أن المهم أنا في هذه الحالة أقوم بلمس جميع الكوفات، فلاحظت أنني عندما ألمس أي كوفة فالصورة على البانيل تتجاوب مع اللمس، يعني ربما يكون هناك شق في إحدى هذه الكوفات، لا مشكل فيبقى نفس الخلل. أما الآن فكما تشاهدون في هذه المرحلة اختصرت الوقت علي، وقمت بقياس الجهود على الكوفات والنقش على مسارات الكوف ونقاطها كما تشاهد الآن. فنقوم بلمس الكوفة فالصورة أصبحت مقسمة ومتوقفة، فهذا الخلل يصعب بالتحديد تحديد مكان العطب بالضبط. بعدها قمت بالتوقف على هذه الكوفة الجانبية بالضبط القريبة من المسطرة من الجهة اليمنى، ف
فالآن الصورة مقلوبة، يعني قمت بقلب البانيل حتى لو سببك ضرر في التيكون، لأن هذه المسألة في على التيكون فهي حساسة للغاية، فلا بد من أخذ الاحتياطات. فهذا هو مخطط الكوف كما تشاهدون الآن، أي مخطط الكوف، فقمت بكتابته يدويا على الورق حتى أكتشف أين يكمن الخلل، وقمت ب وهذا هو رقم أيضا الكوف RM7731FD60Y لمن أراد أن يتأكد، فهذه الإشارات كلها وجدتها ثابتة ومضبوطة ولا غبار عليها بالضبط. فهذا العطب أخذ مني وقت طويل حتى اكتشفت الخلل، وإن شاء الله سوف ترون كيف قمت بالنقش على الكوف الجانبي بالضبط. كما تشاهدون هذه النقاط البيضاء فهي بهذه الطريقة يمكن الكشف على الفولتيات هل هي ثابتة أم لا، وبالضبط بالاعتماد على داتا شيت كما لاحظتم الصورة من قبل. وقمت بكتابتي على الورق حتى يسهل علي التركيز على تلك النقاط بالضبط. بعدما قمت بقياس على الكوف الفولتيات فهي جيدة إلا هذه النقطة بالسهم الأصفر الغير مسمى على داتا شيت، لقد تتبعت مسارها حتى اكتشف اسم هذه الإشارة فلم أجدها، ربما هي هكذا في الأصل، لكن وجدت عليها 1.5 غير مستقرة، يعني تنخفض ثم ترتفع، وتارة لا تعطيك أي قيمة ثابتة بالضبط. حتى قمت بفكرة والاعتماد على تلك الإشارة كما تلاحظون في المخطط، فتلك النقطة هي السبب، يعني 1.5 يعني غير ثابتة بتاتا. وبالتركيز عليها قمت بتلحيم خيط رفيع في تلك النقطة كما تشاهدون، وقمت بأخذ مقاومة من قيمة فئة 10 كيلو على خط 3.3 فولت. أنا اختصرت الوقت وقمت بالبحث عن أي إشارة فيها 3.3 فولت، ومن أراد أن يأخذ من الإبروم كذلك فالإبروم يتغذى على 3.3 فولت لتعويض تلك الإشارة 1.5 فولت، وقمت بتلحيمه على المسار 3.3 فولت. والآن كما تلاحظون فالسلك قمت بتلحيمه في تلك النقطة لكي ألامس بها المقاومة وألاحظ بعدها هل الصورة ستصبح مستقرة وطبيعية وغير مقسمة، فإن شاء الله سوف نرى بعد التجربة. كما تشاهدون الآن فالصورة فهي أصبحت ثابتة وطبيعية. بهذه الطريقة اكتشفت هذا الحل بعد عدة تجارب، لم أتوصل إلا بهذه الطريقة، فهي فعالة فعالة 100% للخروج من هذا المشكل الصعب. وبعدها إن شاء الله سوف أقوم بتلحيم السلك مباشرة على المقاومة 10 كيلو كما تشاهدون الآن، وينحل المشكل
نهائيا. كما تشاهدون أن الصورة فهي طبيعية جدا وغير مقسمة وتبدو في حالة جيدة. الآن بعد تلحيم هذا السلك على المقاومة 10 كيلو، المسار 3.3 فولت حتى يكون الفولت ثابت أو الجهد ثابت على الكوف في تلك النقطة في السطر الأول، في بداية السطر الأول من النقطة الأولى. لقد قمت بالبحث على اسم تلك النقطة فوجدتها تقريبا مجهولة ربما. فالآن بعد أن تأكدت من أن الصورة أصبحت جيدة بهذه الطريقة، فأنا الآن أقوم بلمس جميع الكوفات حتى أتأكد من أن الخلل لم يعد موجودا. الحمد لله تم حل المشكل بهذه الطريقة 100%. وهكذا بعد انتهاء من العمل على هذا الكوف قمت بجمع الجهاز وشغلته مدة طويلة، فالحمد لله الصورة اشتغلت بكفاءة عالية جدا كما تشاهدون. فهذا الجهاز فهو صناعة تركية لا بأس به، فالبانيل أصبح جيد. وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.